في الليمونة معايا اهي، طبعا من الليمون اللي انا بفرزه طلعتها شوية اهي. هادعك الهوق كله بالليمون كده كله. اول ما احط الليمون سبحان الله ابص لقي يعني زي لمعة كده، بداية الايه، بداية التلميع اهو. وبالقشرة شوف اللي طالع فيها الصدى ازاي اهو، القشرة دي اهم حاجة. تعرفين انا قاعده فين؟ طبعا انا ما رضيتش اعمل كده الكلام ده في المطبخ عشان يعني برضه ما وسخش الدنيا، والهون بيبقى تقيل على ايد الواحد. في الشقه هنا عندنا لسه ما اتمحرتش، قدام السلم لسه صبه كده، فقلت عشان اخد راحتي اهو. ودي اهو من جوه برضه اهو، شوف شوف الصدى، شوف جوه الصدى عامل ازاي من الليمون. الليمون ده سبحان الله لكل حاجة. والليمونة التانية النص التاني يعني اهو، من جوه شوف الصدى بص، وبرده لبره اهو. قشر الليمونه تقلبيها برده كده اهو، قشر الليمونه ديت مهمه خالص. شوف بتاخد الصدى وتطلع ازاي. انا ما بعرفش البس جلاس في ايدي علشان لازم احس بالحاجه كده بايدي، والاخر الواحد يبقى يغسل ايده، مش متعوده يعني بصراحه على الجلاس ده لما ايه الواحد يكون ايديها ايديه فيه جروح او حاجه. شوف الصدى، الصدى عمال يطلع ازاي. هتك شويه بالليمونه علشان برضو ايه ما اطولش عليكم. شوف اول حاجه الدحك بالليمون او قشره الليمون. شوف اللي راح، شوف الصدى راحت، شوف الليمونه راحت لونها اسود ازاي من الصدى، والقشر وايديا راحت عامله ازاي اهي. دي اول طريقه للتلميع. معلش عشان الاصوات اللي حوالينا دي، اصل احنا على السكه بيتنا على الطريق، الجرارات معديه احنا في الفلاحين هنا وايام البنجر. دي اول خطوه. تاني خطوه هجيب السلك اللي هو السلك الاستانلس مش السلك الناعم. السلك الناعم بيناسب الالومنيوم، بيلمع الالومنيوم، اما السلك الاستانلس للمعدن. احط اتنين على بعض اهو، او اخد واحده مش مشكله، لسه فاتحاهم من الورقه بتاعتهم اهي. وهادعك بعد ما شبحته بالليمون، ادعك بقى اهوت. شوف بدا اللمعان ازاي جوه، شوف بدا اللمعان جوه ازاي. هحط الاثنين كمان عشان التكة اكتر. جبته هنا على الحوض علشان اشطفه واهوت. بصراحه انا مش مصدقه ان هو الهون اللي انا اللي كنت موريه لكم الاول. شوف بتلمع ازاي. وهروح جايبه اخر خطوه صابون سايل اهو، وادعكه دحكه بالصابون السايل علشان اخر حاجه اهو. بعد ما عملت بالسلك بعد الليمون، صابون سايل اهو. شايف اللبن زي المراية، نحس أصفر شكله زي الدهن. شوف شوف اللمعة بحاجة بسيطة خالص، ليمونة والسلك اللي هو السلك الخشن اللي بنستعمله في المطبخ أهو. شوف الإيه شطفته، شايف اللمعة.
ما شاء الله، كنت غاسله مواعين قلت هعمله كمان بالمره، لان طبعا احنا بنحتاج الهوندا ساعات بنعمل فيه حاجات كتير، فمنظره كده راح مبهج كده ومفرح. واخيرا لا ننسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.